نكمل الانجري بيرد. نكمل الماركر. نكمل غرزة واحدة. كل غرزة ما حنقص شيء. شيل الماركر. نسوي غرزة حشو واحدة. والغرزة التناقص حيكون اللي بعدها. واحد تناقص. واحد ديكريس. واحد decrease. كمل هنا نفس الشيء. decrease. آخر صح حتكون تناقص. هننقص كل غرزتين مع بعض. هيفضل عندي في النهاية 6 غرز حشو. شيل الماركر. ثري فور محتاجة شوية فايبر فور.
شوية. خمسين ستة نقص الخيط طبعا الفتحة هذه حنقفلها بالإبرة العادية هذا شكله طبعا باقي ريشة حنقفل الفتحة إننا ندخل الإبرة كل غرزة ونسحبها انقفلت نسوي العقدة عشان ما ينفك الخيط بين الغرز بس الخيط هنسوي الريشة في البداية اللون الأصفر نسوي العقدة العادية سلسلتين في أول سلسلة نسوي أربع غرز حشو أول غرزة حنحط غرزتين حشو اللي بعدها واحدة اللي بعدها اثنين اللي بعدها واحدة يكون عندنا ستة غرز
حشو الراب رقم 3 يكون غرزة حشو واحدة 1 2 3 4 5 السادسة ما رح نلف الخيط ونسحبه، هنقصه بالخيط الأسود هنكمل هنقعد الخيطين لو رقم 4 حيكون 6 غرز حشو نفس الشي حنكمل رقم 5 2 3 4 5 ست خيوط نكمل رو 6 1 2 3 5 6 7 نفس الشيء 1 2 3 4 5 6 رو 8 نفس الشيء 3 4 5 6 منزلقة نقص الخيط نظم الإبرة
طبعا ما راح تشوف انه اسود في اسود، بس راح نثبتها بهذا الشكل. نكون خلصنا. Thank you very much.